آلام عالمدى تسرح في قلبي تعبر وتجرح وأخبي الآه تغلبني عخدي دمعتي وتفضح أنا هم البلد همي وأم الياسمين أمي ولو تنده على دمي أصير الهالة هذه الفح أنا الحلم الفلسطيني الذهب انطار مش من اللي يقهرني يهين العيش ويحرمني لاجل علبة عبص مني أنا المدخل مهما صار أنا الحلم الفلسطيني أنا الشعب اللي بتألم من المحتل ما سلم أنا الشعب اللي بتألم من المحتل ما سلم أرد جدي لأحفادي ألا سجل ألا فعلم على ضرب رح ساوم يا عالم مهما بتلاوم ولو وحدي أنا بقاوم بسيفي عندي يتكلم أنا الحلم أنا الحلم أنا الحلم الفلسطيني هيني جهزت وبدي اخرج بدك مني اشي استني يما هلا بيجي اخوك رضا وبوصلك يما هيات هدار ابو نادر باخر الحاره بعدين بلاش رضا يتاخر الله يرضى عليك يما اتطوليش مع السلامه مفطر؟ لا مش مفطر طلع ايدك الثانية طلع لسانك يا كذاب مفطر؟ انا مفطر ما حكيش ولا كريم انت مفطر؟ والله الليلة ما إلك روحة على السوق نازل يا مفطري قليل الدين ضاعت منك فلسطين انت مفكر اخوك رح يقدر يصوم اكتر من درجات الميدانة بس للامانة بشرى اشطر والله الاثنين اطقع من بعض المهم هاي العوامة والاغراض اللي طلبتهم بدك اشي تاني الله يرضى عليك ان شاء الله اي ماي تفضلي هاي اللي اشطر منه السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وانت سالمة يا عم نهلة وانت سالم يا عم الشيخ تفضل يا عمي والله كتير هيك عمي الله يخلي لي اياك لا يا عمي انا في الخدامة اي اشي بلزمك يا عمي على راسي من فوق والله ما هو ناقصني شيء الله يخلي لي اياك يا رب خيرك سابق يلا السلام عليكم وعليكم السلام عمي Thank you.
شو هاد؟ هاي شوية أغراض وفقدة رمضان من عم الشيخ. هو إحنا شحدين تجيب لنا فقدة رمضان عمك الشيخ؟ ولا لسانك اللي بده قص نازي تشكي وتبكي؟ والله يا عمتي ما قلت لهش إشي، هو جاب لحاله. ما شاء الله عنه، جوزك بفتح بدل البيت 200، لا بحاجة لفقدة رمضان ولا غير رمضان. صحتين إلك ولبناتك. والليلة صحينا متأخرين وراح علينا السحور، والله وكيلك ميتة من الجوع والعطش. أي بسيطة، هو أنت صغيرة إن شاء الله عند رب العالمين أجرك كبير. خليكي يما افطري عنا. ايه بدك ابو نادر يعذر علينا؟ انا بس جيت اشوفك واطمن عليك. قولي لنادر يشتري لك قطايف. الله يرضى عليك. تسلمي لي يما. يا هلا، تعالي شرفي ساعديني بتجهز الفطور. يلا كمان شوي باجي. الله يفتحها مع أقباها. ولا يا اختي طالعة لأبوها. اسمعي، بديش أعمل لك مشاكل لما أنا لازم أمشي. فوت خيي، رمضان كريم. الله أكرم يا خيتي، عندي شوية شغل مستعجل. حكيت أمية أعزمك على الفطور عندي. طابخين أبيض سلامة خيرك، وبعرف أنت بتحبيه. ليتك سالم ودايم، يخلي لي إياك ويبارك بعمرك يا ربي. يلا بخاطرك. الله ييسر عمرك، مع السلامة. إيه هذا أنت هون؟ هلين أخي، والله كنت عند أختك أم سعدي، عزمتها على الفطور، كنت ناوي أميل عليك أقول لك. إيه شو الحكي هادي؟ لا أخي الله يرضى عليك، أتعمل لي زي كل سنة، المرة هاي عندي بدها تفطر بالأول. لا سيدي أبطلع الكيش، أنا أخوك الكبير وأنا اللي بقرر، عزمت عندي أنا عزمت عندي. إيه شو الحكي هذا أبو بلال؟ أنا أخوك حبيبة، بعدين صرت بجهز السالية يا يابا، بدي أروح الفرن أعملها. قلتك كتل ما بدك. تسلم يا يابا، حبيبي حبيبي يا أبو بلال. مبروك علينا وعليكم هذا الشهر الفضيل. الله يبارك فيك يا شيخنا، يبارك فيك. والحمد لله اللي ربنا أعطانا ومد في أعمارنا حتى شهدنا هذا الشهر الفضيل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شهر الخير والبركة. نحمد الله على كل شيء. الحمد لله. يابا أنا بدي أوصل على البيت، بدي أخذ الصينية أبعتها على الفرن عند عمي أبو نادر. إيه ماشي يابا، روح بس أطولش. حاضر يابا. الله معك. يا أخي أبو حافظ، أختك أم جمال جاي عبالها تشرب لها شوية سوس وطمر من إيديك. الله أكبر، اعتبر واصل. الله يبارك. جاهز يابا، جاهز حبيبي، جاهز. يلا على راسي يابا. يابا الله يعطيك العافية يما. الله يعافيك يما. شو يا حبيبتي جاهزة الصينية؟ معلوم جاهزة، هلأ بناول لك إياها. يما وين فردوس؟ راحت عند دار أبو نادر. طيب يما يا حبيبتي لازمك إشي ثاني؟ اشتريتي لي بالقهوة وتنسى الصينية بالفرن. لا يما وين أنساها؟ أني ما مصدق يقدم المغرب. السلام عليكم. الله يرضى عليك. شباب ترجعوا قبل المدفع بسرعة. العافية أبو نادر. أهلاً أبو الخير، الله يعافيك يا الله. أنا بقول يا يابا جيب كمان واحد يشتغل معك بالفرن، شو الكتران عندك؟ وأنا بقول قل أعوذ برب الفلاق. إيه مالنا، هات الصينية وجهنم من وجه إيديك شغلة وارجع. خود يا يابا. ايه بدي تقرمشها. بدي اقر الله يعطيك العافيه يا ابو الخير، امانه الله كنت لحالك حاملها بالطريق ولا حدا حملها معك؟ ولك قفش اصغر من هي. ايه وليش التبذير يا يابا؟ بتكفيني انت هيك عيني. ولك اسمع شو بحكي، تعلم
بيت النار بوسع شد بسية، بدك واحد أكبر. إيه شو الحكي يا نادر؟ ما هي أبوك صار حاطتها بالفرن يا يابا. توقعنيش بلسانه، أم نخلصوش منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين عمي، أهلين عمي رضا. عم بلاد حط لي إياها ببيت النار. قد كلش كتير صليته. بسم الله ما شاء الله. خلاص يا أبو نادر، خلاص فضحتني. برجع لها بالمضروب المدفع. طولش علينا عمي، سلم على أبوك. إن شاء الله. أبو نادر، بدي أروح أعمل جولة بالبلد وأجي ألاقيها جاهزة يا يابا. توكل على الله. سلمهم يا ابو حافظ، بحبحهم بحبحهم سيدي. حاضر حاضر يا ابو بلال. يسلموا. السلام عليكم. صحتين وعافيه. وعليكم السلام. كاستين تمر يا ابو حافظ يكونوا حلوين زي لحيتك. بامرك يا دكتور. اهلا وسهلا. الله عليك ظالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله يا ابو ادهم. شو ابو حافظ بشوفك لحالك؟ وين الاولاد؟ والله يا ابو ادهم رضا ما بعرف وين راح، وحافظ راح على الفرن يجيب الاكل. الله يرضى عليهم. تعريفه احسب حسابك، الليله فطورك عندي. حبيبي يا حبيبي ابو ادهم، انا بحبك بحبك ابو ادهم. لا يا ابو ادهم، كيف فطوره عندك؟ فطوره عندي انا الليله، لاني انا حاجزه من يومين. حبيبي ابو حافظ، حبيبي بحبك 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 بحب التمر. يا سيدي بتاخده بكره، اليوم عندي. يا ابو ادهم، ابو اكرم اجى يعزمه، قلت له يا ابو اكرم تعريف فطوره عندي. خلاص حبيبي ابو اكرم، ابو اكرم كلكم حبيبي 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 ابو ادهم حبيبي. حتى تعريفه اخذوا ابو اكرم، بكفيش اللي اخذوه. تعريفه انا بدي اخذك الليله، فطورك عندي، بدي اروح اجيب لك الصينيه. بحب بحب الصينيه بحب الصينيه. اللهم اني صايم، كيف غاب عن بالي وجبت له سيره ابو اكرم. بحب رمضان، رمضان كريم، بحب بحب حبيبي حبيبي رمضان، حبيبي رمضان. رضا؟ عم ابو نعيم وقف عندك. خير؟ شو بدكم؟ مين انتو؟ انا ابو نعيم وهذا ابني، وبكينا في المدينة في نابلس، تحوجنا شوية اغراض لرمضان ومروحين عكريتنا. في واحد اترك رصاص علينا. شايفنا زامبين سلاح ولا بتفكر قمر الدين طمر العجوة رصاص؟ عسكري فات السلة. يلا يحرق ديات اللي بيشرهك، امشي زم زم. حاضر حاضر يابا. وكر عندك. مشينا ابو نادر. ايمتى دوري يا عم؟ دوري
نادر، صنيتي جاهزة؟ شو جاري لكم؟ شو مالكن انفجعتوا؟ لسه بايع على المدفع ساعتين، جعتوا؟ ايه، شو الحكي يا يابا؟ بدنا نحن نحضر الأكل. هذه هي؟ لا يابا، مش صنيتي، هي صنيتي أصغر. ايه، معناها هذه صنيتها. اعطيها اعطيها اعطيها. ايه الله لا يعطيك اياها العافيه. شو فيه؟ ولك شو هذا؟ مالها؟ قلت لك قرمشها مش علقها. ايه يمكن لها صغيره انحرقات. ايه شو لها صغيره؟ شو بدي اعمل هلا؟ شو بدي اكل؟ ايه الله يجعلك ما صرفت واعطيها لاب بلال. شو بدي اعمل فيها اب بلال؟ يعني بدي اكلها؟ بيضها. السلام عليكم. شو عم بنادر؟ جاهز صنيتنا؟ جاهزة يا عمي. ناولني اياها. ناولني. قال بدهم يطلعونا منها بالقوة. ربنا ينتقم منهم يا شيخ. على حد علمي إن هالقضية لحد الآن ما خلصتش. يا زلمة مصدق أنت قضية ومش قضية؟ بدهم ينصفونا يعني. المكتوب بنكره من عنوانه. بعدين هيهم بدهم ينزلوها على المزاد. إنا قدرة على المزاد لحالنا يا رجل. اسمع يا أبو كنعان، إحنا بعد الفطور بنزم حالنا وبنطلع على المدينة. في هناك صديق عزيز اسمه أبو أكرم، زلمة حر شرواك ولد هون، بنعرض قضيتنا عليه. أنت مجنون؟ كيف لو مسكوك أو طخوك؟ عادي خي عادي، مش سامع الزلمة شو بيحكي؟ بعدين والله والله اللي عنده بارودة وقبط لعهيش بيكون جبانه عيب يمشي بين الرجال. معك حق، بس لازم تنتبه على حالك كتير منيح، بلاش ترمي حالك على الموت. على الموت؟ موت موت ولا يتهنوا ضيقة في بلادنا. أبو الخير، مساعدي؟ خير شو مالكم؟ كسرتوا الباب قامت الحريب. والله يا خيي حكيت انت اخونا الكبير ولازم نيجي نفطر عندك. ليش هاللفه والدوره؟ من اول قلت لكم تعالوا افطروا عندي ابتكاش. فوتوا سيدي فوتوا. ليش مغلب حالك جايب الاكلات معك؟ ليه؟ والله يا خيي مش جايبها عشان ناكلها. بل عشان ايش جايبها سيدي؟ عشان تبيضها يا خيي. تتذكري يا كريمة في أول يوم في رمضان كنت قد بشرى إن الله يرحمها طبخت لبن، أعطتك زبدية اللبن تحطيها على الطاولة، مشيتي بهالزبدية تقلقزي تحتيها تقلقزي هيك وشوي ولدي أتش وتطلق اللبنات على الأرض. أمي رحنا لفينا على دار جيراننا بسليم، قلنا لهم هيك هيك صار، أعطونا زبدية ملوخية حطيناها على الطاولة ولا حضرتك قبل المدفع بشوية دقرت فيها ودرقتي قضيناها ناكل رز وقطايف وقلاص. هاي القطايف والقلاص صاروا جاهزين. يسلموا ايديك يا الله. رح أصب لك كاسة عرق سوس بالاستكان اللي بحبها قلبك، وهاي قمر الدين صار جاهز كمان. تفضل يا أبو. يسلموا. السلام عليكم. شو صار معك يا حافظ؟ ما لقيتوش، قلبت عليه الحارة كلها. وين راح رضا؟ وينه ابني؟ وينه رضا؟ أخوك غيباته كتراني يا حافظ، وهذا الشيء مش مريحني. بتعرف يابا، أي والله لازم فركة إذن منك. فردوس، شو مالك يما؟ شو فيه؟ ليه مش على بعدك؟ لا ما في شيء شيء، أنا بس خايفان شوي على رضا.
عمي ابو نعيم، أنا صار لازم تسمح لي أمشي، أهلي بيكونوا قلقانين علي كتير. أنا وأبو كرعان جايين معك. وأني جاي معكم. عمي يرضى عليك، الوضع مكهرب. وعساكر الإنجليز معبيين الطرق. بلاش يشوفوك ونتبلبش. هالكيت خلينا في قصة أبو كرعان. ماشي عمي، مثل ما بدك. قولوا الله. يلا. خيي وديع، دير بالك حالك. أنت كمان.